إمام عاشور في الأهلي الموسم المقبل، كلام بقوة بدأ يتداول خلال الساعات الماضية بعد طبعا مفاوضات تمت ما بين أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي وأحمد يحيى وكيل اللاعب. إمام عاشور رحب بالعودة إلى النادي الأهلي مقابل الحصول على 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد. إمام عاشور اللي بدأ رحلة احترافه من فترة قصيرة جدا في ميتلاند الدنماركي بيعاني من صعوبات الغربة وصعوبات اللغة، وبالتالي إمام عاشور يرغب مجددا في العودة إلى مصر، لكن المرة دي داخل القلعة الحمراء لا يمانع من العودة إلى النادي الأهلي. لو تفتكروا أن إمام عاشور وقت ما كان طلع وتم الموافقة على رحيله من نادي الزمالك إلى ميتلاند قبل عدة أشهر أعلن أن هو لن يعود ولن يلعب في مصر إلا لنادي الزمالك، لكن دام لغاية دلوقتي وقت الجد ما بيتمش، وقت طبعا المفاوضات الجادة ده ما بيحصلش. ياسمين عبد العزيز، إمام عاشور أخباره إيه؟ هو اللاعب ده مش جاي من الزمالك، اللاعب ده دلوقتي جاي الأهلي ما عندوش الإمكانيات دي، الأهلي ما عندوش إن هو يدفع المبالغ دي دلوقتي، الأهلي بيشتكي من فلوس الدولارات، الأهلي جمع الدولارات والمرتبات اللي ليه عند للمدربين الأجانب بالعافية الشهر ده. ده ايه علاقته؟ يجيبوا له منين فلوس يعني؟ لا، رجال اعمال، كابتن محمود الخطيب وقت ما يحب يجيب فلوس بيجيب فلوس، وقت ما بيحب يفرح جماهير الاهلي هيفرح جماهير الاهلي، موضوع بسيط يعني. ده الخطيب لا، لما يضم امام عاشور لا بس عند الفلوس لا لا معلش اسمع كلامي، عند الفلوس لا 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 بيخاف قوي على الفلوس. لا ما طبيعي، لان ده مال، ده مال عام، الراجل رئيس نادي وطبيعي جدا ان يخاف على الفلوس. هو من رجال هو يخاف على الفلوس يبقى وحش، ما يخافش على الفلوس ويبذر يبقى برضه بيصرف الفلوس كده هبقى. لا انا ما شفتش تبذير. طيب لا ليه ما جاب برونو سافيو وجاب اختيارات وجاب مروان عطيه، جاب لاعبين كتير طبعا. وجاب بيرستاو، لكن بيصرف الفلوس في مكانها. امام عاشور ده هيبقى مفيد للاهلي ولا لا؟ لا طبعا مفيد لاي حد، طبعا هيبقى مفيد والاهلي محتاج، مش مقلب يعني. لا لا لا، امام لعيب كبير طبعا وكل حاجه، بس انا ما افتكرش. طيب أقولها. فكره ان امام عاشور كان بيعيط وهو ماشي من الزمالك وانا مش هلعب غير في الزمالك، الفيلم اللي بنعيشه مع كل اللعيبه ده امر طبيعي وعادي ما فيش مشكله؟ مع الاسف بقى طبيعي. لو راح الاهلي انا مش هصدق حد بعد كده بصراحه، مش هصدق اي لاعب. انت لسه جاي دلوقتي؟ انا جديد على فكره. عشنا الكلام ده مع رضا عبد العال ومجدي عبد وجمال عبد الحميد وابراهيم سعيد ومعتز اينو. لا يعني فكره ان بيبقى في مفاوضات ما بين واللعيبه بتروح يعني عادي، وحسام ابراهيم فيعني ما فيش اكتر من حسام ابراهيم كمان. انا اتمنى بس ان الاهلي يعرف يوفر المبلغ ده. لا الاهلي سهل ان يوفر اي مبالغ في الدنيا، الاهلي عنده رعاه وعنده رجال اعمال. مين وبالتالي اقوى راعي عند الاهلي؟ لا في رعاه كتير كتير. لا في رعاه كتير، رعاه معلنين ورعاه غير معلنين، ده طبيعي يعني. ما بيحبوش يعني يعلنوا، ده طبيعي وده وضع طبيعي يعني. تمام ماشي. لكن امام عاشور في مفاوضات مع الاهلي وقلنا لكم على التفاصيل، خلينا نشوف هيكون امام عاشور الموسم الجاي في الاهلي ولا لا.